شباب العالم. احنا عايزين نروح للمنتدى بقى النهارده من خلال زمايلنا علي عامر وهويدا يحيى ومحمد سليمان كالمعتاد، طبعا هم معانا كل يوم وبننقل من خلالهم عدد من الفعاليات او الجديد عندهم طبعا بشكل كبير. خلوني ابدا بزميلنا علي عامر، طبعا هو كان موجود النهارده في الماراثون. مش عارف انت علي شاركت ولا كنت بتغطي، بس كلمني على اللياقه البدنيه الاول كده وقول لي الدنيا كانت ماشيه ازاي، خاصه ان كان في تصريحات مهمه للسيد الرئيس على هامش هذا الماراثون. برحب بك يا هشام وبرحب بكل الساده المشاهدين. بالفعل فعلا كنا موجودين من اول ساعات الصباح، يعني حوالي الساعه 5 صباحا كنا متواجدين بالفعل في شارع محمد بن زايد بالقرب من يعني قاعه المؤتمرات اللي بتشهد المنتدى، وكان الشباب فعلا متواجدين بشكل كبير، وكنا فعلا كنا كلنا لابسين ملابس الرياضيه بقى مستعدين ان احنا يعني نجري مع الرئيس ان شاء الله في يعني ماراثون، يعني بجد اتسم بطاقه ايجابيه جدا وروح عاليه جدا ما بين المشاركين. بالفعل الرئيس كان موجود معانا ويعني جرينا من شارع محمد بن زايد وحتى ميدان السلام اللي بيبقى فيه نصب التذكاري الشهير داخل مدينه شرم الشيخ، وبالفعل يعني كان الرئيس كان اكثر واحد هو صاحب اللياقه العاليه. يعني كنا في الاول كان الماراثون بطيء نوعا ما، كنا مستغربين من البطء، فجاه لقينا الرئيس يعني نقدر نقول ان هو عمل سبرنت كده وكل الشباب جريوا وراه علشان يقدروا يعني يحصلوه، ولكن يعني كان الاجواء كانت فعلا هايله جدا وكانت رائعه جدا، وخصوصا لما الرئيس يعني ابتدى يلتقط بعض الصور التذكاريه مع الشباب المشاركين في المنتدى، وبعد كده بالفعل قام بالخطاب، يعني كان محوره كله عن السلام وأهمية ان احنا نتكامل حتى مع اختلاف الحضارات، وأهمية ان احنا نكون مع بعض دايما والتصدي للإرهاب، وان احنا دايما لازم نكون ايد واحدة ضد قوى الشر. واحنا بالفعل كنا موجودين ومعانا دلوقتي احد الشباب المشاركين، هو من جنوب السودان، هو جورج ديفيد خميس. ديفيد خميس اتفضل معايا هنا على الهواء. يعني في الاول عايز اعرف منك ازاي قررت ان انت تشارك في الماراثون اللي بيشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ازاي لمست التواجد هناك؟ في البداية اشكر قناة ام بي سي مصر على اتاحة الفرصة. انا قررت انه اكون جزء من المشاركة اللي هي كانت صباح اليوم مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يعني من الطبيعي جدا انه احس انه انا عايز اشارك من حيث انه اقدر انه أرسل رسالة وأعكس مدى تواضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم أنه هو يعني قدر أنه يلتقط عدد كبير من الصور مع كافة الشباب اللي كانوا مشاركين بمختلف الجنسيات وبمختلف الدول اللي كانت مشاركة في الماراثون، فإن دل الموضوع بيدل على تواضع الكبير اللي ممكن بيتمتع به عبد الفتاح السيسي، وده رسالة ممكن أنه أرسل لبعض من الرؤساء خاصة رؤساء في أفريقيا أنه في الضرورة أنه يكون في اتصال ما بين القيادة بتاعت الدولة مع الشباب أو في بتاعت الشباب، بحكم أنه ده الحافز اللي ممكن أنه القيادة السياسية ترسله عبر الشباب، أنه يحسسوا الشباب أنه ما في حاجز بينهم وبين القيادة. فأنا من ضمن الشباب اللي ممكن أنه محظوظين أنه قدرت أتصور صور تذكارية مع عبد الفتاح السيسي بحكم تواجد حقي منذ الأحضار الصباحية منذ الساعة 4 صباح، وكنا بنتجهز أنه نكون جزء يعني من اللحظة التاريخية اللي ممكن كانت بتشهد أنه يعني ننطلق إلى ميدان السلام، ولطالما أنه ميدان السلام هي واحد من يعني من المناطق او من الميادين اللي ممكن انه يعني شاهدت احداث تاريخيه اللي هو استضاف الميراثون بعد المنتدى، فاحنا بنرسل رساله السلام لكل الشباب انه انطلقنا الميراثون الى ميدان السلام، فاحنا عاوزين انه السلام يعني يعم كل رجال العالم بصفه عامه، ونقدر انه يعني نكون في واقع افضل من كده. أشكرك شكرا جزيلا ديفيد خميس من جنوب السودان، أحد الشباب المشاركين في المنتدى، وبالفعل كان موجود النهاردة في الماراثون. وعايز أقول أن منتدى شباب العالم دايما بيحمل أفكار مبدعة. الحيطة اللي ورايا دي يعني عبارة عن معرض صور تذكارية موجودة للشباب اللي بيتم التقاطها من جميع أنحاء العالم ووضعها هنا عشان تبقى ذكرى مهمة جدا لكل واحد حضر المنتدى يقدر يقول أنا كنت يوم من الأيام هنا في أم الدنيا، وكنت كلنا على الرغم من اختلاف شخصياتنا واختلاف جنسياتنا
كلنا كنا بنتكلم لغه واحده هي لغه السلام. برجع لك مره ثانيه يا هشام لاستكمال باقي اخبارنا وفقرتنا. شكرا جزيلا لك يا علي وصباح الفل عليك. خلونا